مرحب حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم منقوشه حجم عائلي ومنحضرها بخمس دقائق فقط. عنا اول شي كوب طحين نخلتهم، كمان تلت كوب زيت نباتي، نص كوب حليب، ممكن نستبدل الحليب السائل بنص كباية مي وملعقة طعام حليب بودرة. عنا كمان نص كوب لبن، زبادي، يوغرت، بيضة، ملعقة صغيرة بيكنج باودر، ملعقة صغيرة سكر، ملعقة صغيرة خميرة، نص ملعقة صغيرة ملح. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط البيكنج باودر، السكر، الخميرة، الملح، كمان البيضة، بحط الحليب، الزيت، اللبن، خلطهم منيح مع بعض. تخلط منيح عشان تروح التكتلات. بس حركتهم بهيدا الشكل كتير منيح، شفتوا سماكة العجينة كيف. هلا بدنا نحطهم بالصينية. عندي هوني بالصينية حطيت ورقة زبدة، إذا ما عنا ورقة زبدة بنحط زيت، ما في أي مشكلة. هلا بنحط الخليط. بسم الله. أكيد عم حمل الفرن على درجة حرارة 200 من الأعلى والأسفل، بس بحط العجينة قد ما فيني منزلها للأسفل. بعملها شوي بهيدا الشكل. هلا بدنا نحط عليها جبنة وزعتر. بحط الجبنة بالأول. بسم الله. كمان برش الزعتر. احنا الطرشية منهكل هم المناقيش بالعجن والشغل، هيدي منقوشة كتير رائعة. مثل ما ملاحظين انه عملتها بس بالخفاق اليدوي، الخلاط اليدوي. هلا بحطها بالفرن حوالي 3 ساعة. هيدي المنقوشة اخدت بالفرن حوالي 20 دقيقة. لنشوف كيف طلعت مع بعض. بسم الله. شفتوا شو طرية، كتير كتير طرية بهيدا الشكل طلعت.
هيدي المنقوش اللي عملتها انا وياكم. بتمنى التعليق على الفيديو والاشتراك بالصفحة، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.